يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة الحد الموافق 11 ديسمبر 2022. في حياة الأمر أنا واحد من الناس اللي تربت على مجموعة من المبادئ والقيم اللي غرستها فينا المدرسة منذ الصغر، زي اختار الصديق قبل الطريق والكتاب خير جليس وصديق. ومع مرور الوقت وبداية قراءتي أدركت واستوعبت أكتر المقولة المعروفة اللي بتقول إن القراءة غذاء العقل والروح. بالتأكيد القراءة اتطورت مع التطور اللي بيحصل ودخول الانترنت وثورات التكنولوجيا اللي موجودة، وتطورت زي كل حاجة متطورة حوالينا. ورغم إن في كتير استبدلوا الكتاب بشكله التقليدي الورقي بالإنترنت والسوشيال ميديا، لكن لسه مازال البعض، ويمكن هو يعني عدد ليس بالقليل، بيتمسكوا بالكتب التقليدية، وده بيبان بشدة في إقبال المواطنين تحديداً على معارض الكتاب، زي ما بنشوف في نسخة معرض الكتاب هنا في مصر اللي بتحصل كل سنة، ده عندنا في مصر، ويمكن بنشوف كمان معرض الشرقة للكتاب، بنشوف إقبال المواطنين عليه، وده اللي بيأكد إن الكتاب يعني مازال بشكله التقليدي والنمطي لسه الناس متمسكة به، وده لي يعني متعة القراءة من الكتاب. لكن خلونا نقول إن سواء كانت القراءة بالشكل الإلكتروني أو التقليدي هي مهمة ولازم ننميها، وما تبقاش مجرد تصفح على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الصراحة أنا بعتبر نفسي كمان من الجيل المحظوظ أو المحظوظين، لأني من الناس اللي لحقوا كتاب وأدباء عظماء وقرأت ليهم روايات زي بين الأطلال وأرض النفاق ليوسف السباعي، وكمان إحسان عبد القدوس زي لا تطفئ الشمس ولا أنام، وكمان أحمد خالد توفيق يعني رحمة الله عليهم جميعا. أحمد خالد توفيق طبعا هنتكلم على ما وراء الطبيعة، فانتازيا، يوتوبيا، يعني كلهم ربنا يرحمهم، لأنهم قدروا في حقيقة الأمر إن هم يشكلوا وجدان جيل كامل، قدروا يخلوا القراءة جزء من حياتنا ويخلونا يعني نبقى مستمتعين وإحنا بنقرأ تحديدا الروايات دي، وقدروا اللي هم يخلونا عندنا نوع من أنواع الثقافة، قدروا كمان إن هم يعني بكتاباتهم يخلونا عندنا رغبة في الإبداع، عندنا رغبة في تذوق كل حاجة حلوة موجودة حوالينا. في مثل أو مقولة بتقول قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت، لأن القراءة هي مفتاح الشخصية الحقيقي اللي بيظهر ليك الشخص اللي قدامك، وتعرف إذا كان يعني بيفكر كمان إزاي من خلال قراءاته، والنوع تحديدا من القراءة أو الكتب اللي من يعني أو الروايات أو طبيعة الكتب اللي هو بيقرأ. عشان كده عندنا سؤال مهم جدا في حلقتنا النهاردة، السؤال بيقول كلمنا عن أول كتاب قريته واستفدت منه إيه؟ ده سؤالنا موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامجنا في صباح الخير يا مصر، ومنتظرين إجابتكم عليها، وهنستعرضهم أو هنستعرض إجاباتكم طوال حلقة النهاردة. صباح الخير يا مصر، صباح الخير على حضراتكم جميعا.